بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بحلول شهر رمضان المعظم، جعله الله تعالى أمانا وعافية ونورا وبصيرة وإمدادا وسكينة ورحمة وعافية وإنسانية ورقي ونبل على السادة المشاهدين الكرام وعلى أرض مصر الطاهرة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى البشرية كلها. طبعا إحنا النهاردة هنتكلم عن ملامح معينة، ملامح حفرت في وجداني وفي وجدانك، ملامح صنعت حضارة استطاعت أن تحول مياه النيل التي تسري بالحياة والنماء والخير والفيض والعطاء، استطاعت أن تنسج منها نسيج معرفي، استطاعت أن تنسج منها حضارة، أن تنسج منها رقي، أن تصنع منها تاريخ. هنتكلم عن ملامح مصرية حفرت في تاريخي وفي تاريخك الممتد، كانت ملتقى للقارات، كانت معبر لكل إنسان يسكن في الغرب وتراوده أحلام أن يتوجه إلى المشرق، أو إنسان يسكن في المشرق ويهفو قلبه أن يتحرك إلى أقصى الغرب. لا بد لأي إنسان يرحل في آفاق الدنيا من أن ينزل في رحاب مصر، أو أن ينطلق من أرض مصر، أو أن يضع الرحال ولو كان عابرا في أرض مصر. هنتكلم عن ملامح مصرية، ويمكن كلامي يكون سهل وواضح وقريب، وده اللي أنا أتمناه. يمكن كلامي يكون عن مصر ما فيهوش جديد كتير، بس في حاجة لازم نفتكرها مع بعض ولازم نخلي بالنا منها كلنا مع بعض. هي مصر دي معناها إيه؟ ولو سألت حضراتكم يمكن تكون في أجوبة كتير، وأنا على فكرة ألقيت محاضرات في أماكن مختلفة، وكنت بتعمد في بداية كل محاضرة إن أنا أسأل السادة الكرام الموجودين نفس السؤال، هو مصر يعني إيه؟ فمرة حد يقول لي مصر دي أرض الكنانة، عظيم، كلام رائع جميل. مرة حد يقول لي مصر دي يعني خير أجناد الأرض، تمام، كلام رائع. مرة حد يقول لي مصر دي معناها الوطن والسكن والأرض والعرض والحمى، كلام ممتاز، يدل على انتماء ووفاء وتقدير وتوقير لهذا البلد العظيم. مرة كمان حد يقول لي مصر دي خزائن الأرض، ممتاز، مصر دي بلد الأمان، صحيح، مصر دي اللي صنعت الهرم الأكبر واللي بنت السد العالي واللي حفرت قناة السويس، مظبوط. مرة حد يقول لي مصر دي معناها الزراعة والفلاحة والخير والعطاء والكرم، كلام رائع. على فكرة يمكن الأجوبة دي كلها تكون بتحاول إنها تدور على الإجابة الحقيقية، بتحاول إنها تغوص جوه أعماق مصر. ومصر حاجة تاني تماما، مختلفة عن كل المعاني اللي احنا قلناها، وعلى فكرة يمكن تكون مختلفة عن أكتر المعاني اللي هتورد على بال حضرتك. ليه؟ لأن احنا تعودنا دايما لما نتكلم عن مصر إن احنا نتكلم عن المنتج، عن المنجز، عن الصنعة اللي تم إخراجها وبروزتها. لما أتكلم عن الانتصارات ده منتج صنعه إنسان بطل، يبقى في عنصر إنساني أهو، في عنصر بشري موجود هنا أهو، إحنا بننساه دايما مش بناخد بالنا منه، بيغيب أمام عظمة المنتج اللي هو صنعه. لما نتكلم عن مصر فنقول إن مصر هي الهرم الأكبر، طبعا، بس في عنصر بشري بنى الهرم الأكبر، بنقف قدام عظمة الهرم ويغيب عننا الإنسان اللي صنع الهرم. لما نقول مصر هي قناة السويس، صحيح، بس في إنسان مصري حفر قناة السويس وأدار قناة السويس وحول قناة السويس إلى عنصر نجاح، بدأ التفكير فيها أيام سيدنا عمرو بن العاص، وبدأوا يعملوا حاجة اسمها قناة أمير المؤمنين، وحفروا خليج يوصل البحر الأحمر بنهر النيل ويخترق الصحراء الشرقية. كانت السفن بتيجي من البحر المتوسط وتدخل في النيل لحد القاهرة، فتاخد الفرع اللي اتحفر من النيل
لحد البحر الأحمر فتكمل في البحر الأحمر، يعني طريق متعرج طويل. ما كانش حد بيفكر إنه يحفر مباشرة مكان القناة اللي موجود دلوقتي. تطور تاريخي، كام مرة الإنسان المصري فكر ودبر وحسب وعمل حساباته، وكان يشاع إنه معدل البحر الأحمر أعلى بكتير من معدل البحر المتوسط، بما يجعل استحالة هندسية إنه القناة تتحفر. بس ثبت خطأ الحسابات واتحفرت، بس في إنسان هو اللي فكر، هو اللي حسب، هو اللي عمل حساباته، هو اللي أعاد النظر، هو اللي تحمل وحفر. إحنا دايماً بنقف قدام عظمة المنتج وننسى الإنسان. هل مصر هي الهرم الأكبر؟ في نظري أنا الإنسان اللي بنى الهرم. هل مصر هي قناة السويس؟ في نظري أنا الإنسان اللي حفر قناة السويس. هل مصر هي الأزهر؟ في نظري أنا الإنسان العبقري العالم الواسع الأفق المتبحر في العلم، اللي لما الدنيا والأمم والشعوب جات عنده وسمعت العلم بتاعه وتعلمت منه ورجعت لبلدانها، بدأوا يقولوا قد إيه العالم اللي قاعد في الأزهر بيعلم، ده رجل بيخرج لنا صنعة ومنتج عالي الجودة، بيخرج عالم متقن. يبقى مرة ثاني الأزهر مش مجرد مبنى ولا جدران ولا منبر ولا منارة ولا مئذنة ولا رواق. الأزهر خبرة مصرية، عقل مصري نجيب ذكي عبقري. هل مصر هي الأزهر؟ لا، الإنسان العبقري اللي عمر الأزهر. هل مصر هي الهرم؟ لا، الإنسان العبقري اللي صنع نسب هندسية مذهلة وفضلت وقفة شامخة آلاف السنين. هل مصر هي الانتصارات؟ لا، الإنسان القائد العبقري اللي دبر وخطط ودرب وخاض الحرب وخاضها بشجاعة وانتصر، اللي كل ما شعر إن جنوده هيضعفوا سكب في أرواحهم روح من الإصرار والعزيمة فصنع انتصارات مصرية متتالية. وصلنا مع بعض النتيجة إنه في عنصر غايب، في جندي مجهول، في جزئية غايبة من الصورة بتغيب عننا دايما وبتسقط من ذهننا دايما كل ما بنحاول نفكر هي مصر يعني إيه. أنا تقريبا حبيت في الحلقات دي إن احنا نرجع نفكر مع بعض مرة تاني يعني إيه مصر، عشان نفتش ونشيل الحجب ونشيل القشرة اللي من برة اللي بتكشف لينا عند كل منتج مصري عن وجود خبرة وعبقرية وإرادة وإصرار مصري كبير، هو اللي شغل المكنة، هو اللي صنع المنتج، هو اللي أقام الصرح، هو اللي صقل خبرة العلم. إحنا دايماً كل ما نفكر في مصر ونشوف منتجاتها بنلاقي كل العلامات والأسهم بتشاور لينا على عنصر العبقرية اللي صنع كل هذا التاريخ والحضارة، اللي هو الإنسان المصري القوي العظيم اللي هو حضرتك. يبقى احنا بدأنا نوصل لنتيجة عجيبة شوية، ان كل المنتجات والمنجزات العظيمة اللي كونت مصر واللي صنعت هذا التاريخ العريق وهذه الريادة وهذه الزعامة واللي صنعت السمعة الكبيرة في العالم والمكانة ما بين الدول واللي صنعت التعليم الجيد واللي صنعت المعابد وشيدت الصروح وبنت المساجد والكنائس وبنت الأديرة وحفرت في قلب الصخر وصنعت انتصارات وخرجت زعامات وطلعت عباقرة، إحنا دايماً بنقف قدام عظمة المنتج المذهل العبقري العظيم المتقن الرائع اللي صنع بحرفية عالية وبفن رفيع وبنسب هندسية متقنة، بنقف قدامه ونذهل منه ونسبح معاه ونبدأ ننسى الإنسان العظيم اللي فكر واخترع ودبر واللي تأمل واللي حلق واللي أبدع. إحنا دايماً بيغيب عننا الإنسان المصري. يمكن أقدر أقول بعد التأمل ده إنه مصر في الحقيقة مش هي الهرم، مش هي السور مجرى العيون، مش هي جامع السلطان حسن، مش هي الأزهر الشريف،
مش هي السد العالي، مش هي قناة السويس، مش هي الانتصارات والحروب التي خاضتها مصر، مش هي المساجد والمدارس ولا لا، هي حاجة أعمق من ده، هي حاجة شغلت ده كله، هي إنسان. مصر في الحقيقة إنسان مصري قوي. طب ليه بتقول إنسان مصري؟ يعني إيه مصري إنسان مصري؟ ما إحنا عارفين إن إحنا بنتكلم عن إنسان عاش في مصر. لا، إنسان مصري، مصري دي إنسان غارق في هوى مصريته، بداخله نازع عميق وشغف وتعلق ووفاء وانتماء لهذه الأرض. يمكن من أكثر شعوب الأرض الإنسان المصري تعلقاً بأرضه. السفر والحركة من مصر على قلب الإنسان ثقيلة جداً، إلى ما قبل عصر أن تتحول دول الخليج إلى دول تطلب الخبرة المصرية وتطلب المعلم المصري والخبرات المصرية، ما كانش الإنسان المصري بيسافر علشان يسترزق، كان يقيم في مصر، يعمر في مصر، يطلع الخير من أعماق أرض مصر. مصر دي يا جماعة في حقيقتها إنسان مصري وطني منتمي وفي شديد الإدراك بعمق لعظمة هذا المكان. يبقى مصر ده في الحقيقة إنسان. الإنسان ده ربنا جمع ليه عدد من الصفات والسمات والمواهب والملامح المعينة اللي خلته يحول البقعة دي، المكان ده، إلى الحضارة الممتدة دي. يعني تصور حضرتك إنه كام نهر موجود في العالم، آلاف الأنهار في الهند، آلاف الأنهار في الصين، آلاف الأنهار في البرازيل والأرجنتين، آلاف الأنهار في دول العمق الأفريقي في أوروبا. ليه مفيش حضارات كبيرة نشأت على ضفاف الأنهار دي كلها؟ لأنه السر مش في النهر، السر في الإنسان اللي عرف يكون بارع وخبير ومتمكن إنه إزاي يصنع ذهب وخبرة وعلم وتاريخ من مياه هذا النهر. ولذلك لما كان المؤرخ الإغريقي المشهور هيرودوت بيقول إن مصر هبت النيل، بدأ واحد من عباقرة التاريخ المصري اسمه محمد شفيق غربال يقول لا، مصر مش هبة النيل، مصر هبة المصريين، مصر هبة استطاع أن يقدمها إنسان مصري مليان تصميم، مليان إرادة، مليان أمل، مليان قوة، مليان وطنية، مليان تدين، مليان ربانية، مليان تعلق بالحق. ولذلك إحنا اخترنا أن إحنا نتكلم عن ملامح مصرية عميقة جوه نفسية الإنسان المصري. بندور على مفتاح الحياة، بندور على الكود، رمز الدخول، بندور على كلمة السر اللي استطاع هذا الوطن أن يجعلها عميقة ومحفورة جوه أعماق الإنسان المصري فصنع كل هذه المنتجات. تعالوا مع بعض نفكر في ملامح الإنسان المصري ده. هي إيه هي صفاته؟ إيه هي سماته؟ إيه معالم شخصيته؟ لو حبينا أن احنا نلخص ونجرد ونحول الإنسان المصري ده لنموذج، أقدر أقول هو مركب من إيه؟ مكون من إيه؟ علشان نقدر نطلع القواسم المشتركة دي، الملامح المصرية دي اللي نبدأ نقول للأجيال اللي جاية يا ابني علشان تكون مصري لازم تكون موصوف بالصفات اللي هي 1 2 3 4 5. احنا بنحاول ان احنا ندور ونفتش على الجين الوراثي، على الدي ان ايه، بنحاول ان احنا نفك الشفرة الوراثية اللي متناقلة وعميقة ومدفونة جوه اعماق الانسان المصري اللي مرة طلع عبقري في المعمار فصنع الهرم وصنع جامع السلطان حسن، مرة طلع عبقري في العلم فعمل الأزهر الشريف، مرة طلع عبقري في الاقتصاد فعمل لنا طلعت حرب، مرة طلع عبقري في استنهاض همة الناس فعمل لنا العبقري مصطفى كامل، مرة طلع عبقري في الفيزياء فعمل لنا العبقري الكبير علي مصطفى مشرفة،
مرة طلع عبقري في علوم الشريعة فصنع لنا سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي إيه بقى الجين الوراثي؟ إيه الشفرة الوراثية؟ إحنا بنحاول في الحلقات دي إن إحنا ندور على ملامح الجين الوراثي المصري علشان نحافظ على نقائه، علشان نحافظ على صفائه، علشان نحافظ عليه وهو في غاية النقاء، مفيش أي خدش، مفيش أي تشويش يدخل إلى التروس والماكينات اللي بتصنع الإنسان المصري. الإنسان المصري ده ليه عدة سمات وصفات. نمرة واحد، متدين، عميق التدين. من يوم ما مصر اتعرفت في التاريخ، من يوم ما بدأ العمران يوجد على ضفاف النيل، الإنسان المصري ده عبر أطوار التاريخ عاش متدينا. في جيل الفراعنة شفنا على جدران المعابد الحديث المسهب عن البعث بعد الموت، عن الدار الآخرة. شفنا كتاب الموتى اللي يقرأ نصوص منه كأنه يقرأ معاني قرآنية، كأنه بيقرأ أحاديث نبوية بتكلمه عن موقف الحشر وموقف الحساب وعودة الروح إلى الجسد. قد إيه الإنسان المصري ده من يوم ما وجد وهو شديد التعلق بالغيب، شديد التعلق برب العالمين، إنسان مؤمن متدين. يمكن تعدى عليه فترات يضيق صدره ويتزلزل يقينه ويقول لك أنا هفكر في الإلحاد، بس بيمشي قدام شوية فيلاقي إنه العمق التاريخي، العقل الجمعي اللي ربنا أراد للبقعة دي إنها تكون من بين بقاع الأرض منبع دائم لا ينضب للدين الصافي. وكل ما يحاول فكر متطرف إنه يشغب على المنبع الصافي يزول ويبقى المنبع. وحقول لحضراتكم في الحلقات اللي جاية بالحصر والإحصاء سنة ربنا، سنن ربنا في الوطن العظيم ده إنه كده. يبقى نمرة واحد من سمات الإنسان المصري ده إنه متدين. نمرة اتنين، إنه وطني شديد الانتماء للبلد، ما يقبلش إنه يتنازل عن مصريته، ما يقبلش إنه يكره، ما يعرفش يكره بلده، بيختلف مع بلده، بيزعل من بلده، بيغضب غضب شديد من بلده، بس عمره ما بيعرف يتجرد من مصريته. ولذلك الشاعر قديما كان بيحاول إنه يلمس ملامح المعنى ده، فبيقول لك بلاد ألفناها ولم تكن مألفة. يعني شوف قد ايه هو زعلان من بلده بس مش عارف يطلع بره انتمائه للبلد. بلاد ألفناها ولم تكن مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وقد تؤلف الأرض التي لم يطب بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. الإنسان المصري ده إنسان متدين، إنسان وطني منتمي، ما يعرفش يطلع بره مصريته، إنسان عبقري، ذكي، شفاف، مرهف، إنسان معمر، مولع بالتشييد، مولع بالبناء، مولع بالعمران. تيجي فترة الأسر الفرعونية فيصنع المعابد الشاهقة اللي تعيش ألوف السنين ويصنع الهرم الأكبر. تيجي الحقبة المسيحية فيصنع كنائس موجودة إلى الآن فيها معمار وهندسة وفن. يأتي الإسلام ويدخل إلى أرض مصر فإذا به يتحول إلى هذا النسق المعماري الرفيع في تشييد المدارس وفي تشييد المساجد وفي تشييد السبل وفي تشييد الخانات والحوانيت والفنادق التي ينزل فيها الناس من المشرق والمغرب، في بناء مئذنة جامع أحمد بن طولون، في بناء جامع السلطان حسن، في المئذنة المزدوجة من الأزهر. إحنا بنحاول إن إحنا ندور على ملامح الإنسان المصري وملامح شخصيته. هنكمل مع بعض المسيرة عشان نشوف هو إيه الإنسان المصري، إيه الأسس والأعمدة اللي صنعت شخصيته. بنحاول ندور قد إيه البلد ده والمكان ده كان عبقري، عبقرية المكان، جمال حمدان، صورة أخرى من صور العبقرية. هنكمل بحثنا عن الملامح في لقاء قادم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر طيبة، كل سنة والإنسان المصري إنسان عظيم، إنسان شامخ، إنسان رفيع القدر، إنسان مليان همة، إنسان مليان أمل، إنسان مليان عطاء، إنسان قائد كبير. كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر طيبة، وإلى لقاء قادم في أسبوع قادم نكمل فيه التفتيش عن ملامح الإنسان المصري
أشوف حضراتكم بخير، أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.